السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من الجزء الثاني الذي طال انتظاره مو بواجد سنة واحدة بس برضو كلنا متحمسين متشوقين نشوفه من أنمي بوكونو هيرو أكاديمي، أكاديمية الأبطال الخاصة بي. إبداع صراحة، أنا كنت أنتظر، أنا تحمست مع الجزء الأول، عشت أحلى لحظات والحمد لله أني ما كملت المانجا، كنت أنتظر الجزء الثاني أني عارف أنه بيجي السنة القادمة. وهذه فائدة النظام الجديد اللي قاعد يستخدمونه الاستديوهات في اليابان، أنهم يقسمون الجزء أو يأخذون جزء واحد 24 حلقة وقسمونه جزئين، 12 حلقة تنزل السنة هذه، 12 حلقة تنزل السنة اللي بعدها. فهذا الشيء جدا جدا عبقري، هذا الشيء يعطيهم مجال أكثر، راحة أكثر في إنتاج وإخراج الأنمي، يعطيهم تسويق ودعاية للأنمي. يعني الأنمي حاليا بوكو نو هيرو أكاديمي مسوي ضجة قبل حتى لا يبدأ الجزء الثاني، وهو أساسا مو الجزء الثاني، هو نفس الجزء الأول بس مقسوم نصين. يعني لو فكرت فيها من هذه النظرة ومن هذه الفكرة بتشوف انهم فعلا فعلا فكرة تسويقية إبداعية. في نفس الوقت احنا ما يعني لو انتهى الجزء الاول عرضوا 24 حلقة كلها السنة اللي طافت، كنا ننتظر بعد 3-4 سنوات عشان يجي الجزء الثاني. الحين بعد ما ينتهي الجزء هذا نقدر ننتظر سنة سنتين وبيبدون جزء ثاني. بدأت الحلقة الاولى بتمهيد وتذكير باللي صار بالحلقة اللي طافت بس بطريقة عبقرية جدا، وبإضافة يعني ظهور شخصية جديدة حلوة ومتحمس لها جدا جدا جدا. All Might البطل العظيم المدرب واللي نقل قدرته الى مدوريا تشونين، طبعا هو مش اسمه مدوريا تشونين، هو شونين يعني عمره الشاب مدوريا او المدوريا الذي في عمر الشباب، هذا المسمى معنا مدوريا تشونين. المهم مرسل رساله الى المعلم حقه الشايب هذا اللي قاعد اللي يده ما ادري شكله كانه كبيره وجسمه كانه قزم، شكله غريب بس صدقوني بما انه هو المعلم حق All Might. المنطق الوحيد اللي في راسي ان القدره اساسا اللي عند All Might اللي حاليا بدأت تنتقل الى مدوريا كانت عند هذا المعلم، هذا اللي انا حسيته وهذا اللي شفته، ممكن اكون صح ممكن اكون غلط ما ادري، ولكن هذا نظرتي للموضوع. في الرساله باختصار الكاتب سوى لك سرد الاحداث اللي صارت، انه يعني All Might كان جاي لاكاديميه الابطال هذه على اساس انه يبحث عن وريث لقوته، فقبل يدخل الأكاديمية قبل لا يبدأ التدريس في الأكاديمية صادف مدوريا وقابله وشافه ضحى بنفسه وكان داخل بيفزع الخوية رغم انه ما عنده كوركس ما عنده قدرة، فيقول انا تعلمت منه شيء كبير ذاك اليوم، ان الشجاعة وانك تكون هيرو مو بانك تقاتل وانت واثق انك بتفوز، انك تقاتل حتى وانت مو واثق من الفوز او ما تشوف طريق للفوز بس تقاتل، انك تستمر في القتال. صراحة قيم اسطورية وجميلة وجبارة في ذا الانمي ذا بالذات، من بين كل الانميات احب القيم اللي فيه صراحة. المهم في الرسالة كلها غير سرد الاحداث، الملاحظة اللي ذكرها توشيرو ياغي، هذا اسم All Might واخيرا شفناه، هذا اسمه الحقيقي مو باسمه المستعار اللي يظهر عند الكل All Might All Might، لا اسمه توشيرو ياغي. فمعلم توشيرو ياغي All Might الشخصية الاسطورية هذه جاه فضول انه بيقابل الشخصية اللي اثرت على تلميذه All Might وخلته يتغير التغيير، ويطلب من معلم، هذا المهم في الرسالة كلها، انه لو انا ما اسعفني الوقت او مت قبل او ما قدرت اعلمه شيء، او يعني All Might حاس انه مو قادر يكمل القتال بسبب الاصابة اللي عنده هنا اللي ما ندري حتى الان من اللي تسبب له فيها، عنده اصابة خطيرة جدا وعلى حافة الموت، قوته كرمالها وتضعف تضعف تضعف المدة اللي يقدر يستخدم فيه، ولهذا السبب كان يبحث له عن وريث في الاكاديمية هذه، ولكن قابل مديرية وخلاص سلم مديريا انه مديريا حصر وريث القوة حقته. فالمؤكد حاليا انه بعد سقوط All Might سواء ميت او خلاص ما يقدر يستخدم قدرته لأي سبب إن كان، المعلم هذا الشايب الكبير جدا بيجي بيعلم مديريا المزيد من الحكمة والمزيد من القدرات والمزيد من التحكم بالقدرة المجنونة هذه. بعد كذا انتقل المشهد الى اجتماع الشرطة مندوب من الشرطة مع الابطال برئاسة رئيس فرقة الأبطال ورئيس أكاديمية الأبطال الفار الصغير هذا اللي أنا إلى الآن ما أعرف إيش قوته، مستحيل بيكون رئيس الأكاديمية لأن عنده كوركس قوي جدا جدا، والكاتب خشاه بعدين، أتمنى إنها تكون أسطورية ولا بتحطم صراحة، لو كان الفار رئيس بدون كوركس قوي أنا بتحطم صراحة. على العموم ما لقينا أي إنسان مسجل باسم شيغاراكي اللي طبعا هذا اللي كان حاطه على يده كذا وجهه ولا حتى القدرة حقته اللي تقدر تسوي إحراق أو إتلاف لأي شيء تمسكه، يعني مسكت يدك خلته تتفتت تذوب. القدرة حقت الكوركس اللي عنده واسمه مش موجود، معناته انه استخدم هو مع الثاني الاسود اللي يستخدم قدرة الراب هذه، يا اما انهم مش مواطنين مو مسجلين كاسماء، يعني مستخدمين اسماء مزيفة مستعارة، والكوركس حقت القدرات من ان الحكومة تسجل كل القدرات اللي ظهرت ما تسجلت او ما ظهرت، يعني مو مسجله رسميا عندنا، فلو انه مسجل رسميا ان الكوركس هذه عند فلان لا ظهر بعدين واحد استخدم الكوركس هذه نعرف انه فلان، لأنه مستحيل بتكون عند شخص ثاني. طبعا ايضا الثاني اللي يسمونه قدرة الانتقال اللحظي الواربس هذه اللي يفتح بوابة عبر الزمكان انه ينتقل من مكان لمكان، الاسم اللي صار حقه كروغيري، يعني كل واحد منه يستخدم All Might كروغيري شيغاراكي، هذا ايضا اسم مستعار، كلهم اسماء مستعارة
يخبفون فيها شخصياته الحقيقية، ما يقولوا لك اسمه الحقيقي، يستخدم اسم المستعار عشان لا أحد يستهدف أهله، لا أحد يعرف ماضيه، يعرف منين طلع. هنا علق صاحب المسدسات الرهيب هذا يقول لازم نلقاهم بأسرع وقت، لأن بس تتعالج جراحة من طلقات الرصاص حقتي القائد حقهم هذا شيجاراكي راح يرجعون يهاجمون علينا مرة ثانية أنا متأكد. هنا المايتو بدأ يحلل الموقف، قاعد يقول تصرفات شيجاراكي هذا باليد اللي على وجهه إنه قاعد يستعرض يشرح لي يتكلم عن قدرة نم اللي هو جايبه وياه، يعني المفروض انك ما تفضح قدرة الكوركس حقتك تخليها مخفية عندك اكبر قدر ممكن، لان هذا سلاح سري عندك انه خصمك ما يعرف شنو قدرته. الطريقة اللي هو غضب فيها شيجاراكي يوم انه اكتشف انه انهزم اظهر مشاعر الغضب والاحباط و كل هذه التصرفات، وكان يقول جيم اوفر اثبت لألمايتو انه هو يا اما كبير عقله صغير يا ما هو فعلا صغير، والاغلب انه هو فعلا صغير في نفس اعمار الابطال حقين مدريا واخويا كلهم، هو في نفس العمر ما جات القدره ما ظهرت عنده الا متاخر، فما تلقى توجيه شلون يستخدمها ولا كيف يستخدمها ومن هالكلام. على العموم ال 72 الشرير اللي جو معهم طلعوا كلهم اشرار، يعني ما لهم اسم ما لهم سمعه، كلهم جاهم شيجاراكي واقنعهم انهم ينضمون له في قتالهم ضد اول مايت. زبده الكلام ان اقوى ثلاثه كانوا موجودين في الهجوم هم نم العملاق الضخم اللي هزمه اول مايتو، وشيجاراكي هذا، وكروغيري اللي يستخدم انتقال. كروغيري وشيجاراكي هربوا، الباقية كلهم اختفوا. هم طبعا أسسوا منظمة اسمها The League of Villains، يعني تقدر تقول دوري الأشرار أو بطل الأبطال الأشرار، لأن هنا عندنا The League of Justice دوري الأبطال والناس الهيروز الأبطال المسالمين، وذي اللي لا الأشرار معاكس لهم تماما. وهنا ظهرت حكمة وعبقرية الفار رئيس الأكاديمية، صراحة مو سهل، قال إذا هو في نفس أعمار طلابنا ولقال أحد يدعمه ويزيد الشرور حقه ويوجهه ويعطيه أسلحة أسطورية مثل النم هذا، فهذه مصيبة، معناته أن المرة الجاية اللي بنيجي نتقابل معه بيكون أقوى. وفعلا كان في واحد أول ما رجعوا كيروغيري مع شيجاراكي كلهم رجعوا كانوا يتواصلون مع واحد واضح أنه أكبر منهم، يعني هو اللي كان موجههم. ففي ناس أشرار فيلنز أقوى من شيجاراكي وكوروغيري حاليا. بعدها طبعا انتقل مشهد عند مدوريا قاعد يتدرب في الغرفة ومغطى طبخ للغدا، وهو قاعد يفكر يقول لازم أنا أزيد قوتي ولازم أوصل لمستوى أني أقدر أدافع عن أول مايت، لأنه بكل ماله ويضعف بسبب الإصابة اللي عنده، وقاعد يشيل أثقال ويد الثانية مكسورة مصابة لعدها ما بتلتئم من الضرب القوي اللي طلقها. الممتقل بعد المشهد إلى ثاني يوم الصباح في الأكاديمية، وكل الطلاب موجودين ويتكلمون عن الأخبار وش اللي صار في الأخبار، وقاعد يتسألون من اللي بيكون مدرس لنا حاليا بعد ما آيزاوا سينسي أصيب بإصابات بالغة جدا، كان يعني على حافة الموت في اليوم اللي قبله، شلون فتح الباب يدخل عليه آيزاوا سينسي مربط بالكامل كأنه مومياء ويقول له اوهايو وش اللي اوهايو وش جابك انت راح المستشفى ارقد يا رجل بين الحياة والموت. اول ما دخل عندهم المعلم اعطاهم خبر مهم جدا ان المهرجان الرياضي لأكاديمية يو اي سيبدأ. طبعا لما تقول مهرجان رياضي يعني مسابقات تحديات رياضية، يعني بروح رياضية زي طبعا تكلم المعلم انها بالنسبة لليابان اقوى واهم من الاولمبيات، يعني كان الاولمبيات ولكن للابطال، الاولمبيات للناس العاديين. حاليا كل 80% من سكان العالم في قصتنا قصة بوكن هيرو أكاديمي أبطال، فخلاص لغت الأولمبيات أو يمكن لازالت موجودة حق الـ 20% أو 80% قاعد يسوون المهرجان الرياضي للأكاديمي. هذا يعتبر أكبر حدث في العالم ممكن يصير، يجون فيه السكاوت اللي ممكن يضمونك المنظمات الرسمية يعني تسكب بطل بشكل رسمي لك، تقدر تقول كأن الكاتب جايب لك إياها بحركة يعني متأثروا بالثقافة الأمريكية. في الجامعات الأمريكية دائما يسوون الباسكتبول دوري الباسكتبول او كره القدم الامريكيه او البيسبول ايا كانت الرياضه في الجامعه وفي الثانوي، دائما يكون في سكاوت لو شافوا طالب مميز يوقعون مع عقد انه يروح معهم في النادي الاحترافي الرسمي. فهذه الفكره مقاربه اللي قاعد يلمح لها الكاتب، انه يعني بيكون في سكاوت يجون يشوفون الطلاب المميزين واللي بيفوزون في المهرجان هذا واللي بيطلعون قدرات قويه بالمهرجان هذا بيوقعون معه. طبعا التحفظ الاول من الطلاب كانوا يقولون شلون يعني بيسوي ذا المهرجان وتونا تهجم علينا الاشرار ومسير، فقال لهم المعلم حدثنا كبير جدا مستأنس الوقفه بسبب كم شرير هجم علينا. طبعا المهرجان ده يقام مره واحده في السنه، فعلى مدى 3 سنوات الاكاديميه لمده 3 سنوات، فعندك 3 فرص تثبت فيها قوتك في اول سنه ثاني سنه ثالث سنه عشان تثبت للناس انك بتكون فعلا برو هيرو بطل محترف وعنده قدرات احترافيه، وتثبت للعالم كله مدى قوتك واسطوريتك. بدا ايده يتكلم عن الحماس تحفيز وان الفرصة هذه قوية، ويتكلم مع مدوريا ويقول له انت مو متحمس متى بتصير الا كل متحمس، بس شوية جات قرارك وتقول لهم اذا كون مدوريا كون
قام بطل ومولع متفجر حماس وكلهم يقولون شفيش مبعدز، يعني كانت دائما مسالمة حبيبة لطيفة كوهين، هالمرة متفجر حماس لا حد يكلمني بفوز يعني بفوز. كانت تكلم بيتريو وإيكو تقول لهم مينا واتاسيوا قامبر، وأنا سافت القصرة شل التفتت على غريب مينا واتاسيوا قامبر. نبرة الصوت والشكل والتعبير والحركة اللي سويتها برتين حق ذيلي وحق ذيلي اللي من ليش. طيب في اللحظة هذه، في اللحظة هذه مدوري يكتشف انه ما سأل أوراركا عن سبب انضمامها للأكاديمية الأبطال، ليش تبي تصير بطلة، شو الهدف، شو العلم، شو الطموح. هذا جانب جميل جدا وراني اياه الكاتب عن أوراركا سام من قبل ما كنا نعرف عنه، انه قالت انا بفلوس. طبعا بداية الكل لما تسمع ان شخص هدف الفلوس تحس انه يعني طماع جشع، تجيك افكار كذا شريرة عن الشخص، يعني بس عشان الفلوس ما تبي تصير بطل عشان تحمي الناس، ما تبي تصير بطل عشان تسوي كذا، من هالمبدا. بعدين يوم بدأت تتكلم وتشرح عن امها وابوها ان عندهم شركه بناء وان البزنس شوي تعبان عندهم، وان هي هدفها وحلمها وطموحها ان تجيب فلوس عشان تريح امها وابوها، هنا انصدم مدوريا لانه ما كان من قبل يفكر انه يسوي حلمه او طموحه انه يكون بطل عشان يساعد امه ويساعد اخوه او يساعد ابوه او يساعد ايا كان. كان كله دائما حلمه وطموحه انه يكون بطل عشان هو يكون بطل ويحمي الناس، يصير زي اول مايتو فقط لغير، يعني سبب كون انك تبي تكون بطل لنفسه وليس من اجل ناس اخرين. وهذا تلميح برضو من الكاتب انه مو شرط انك انت صرت بتنجح في شيء انه يكون سبب نجاحك بس نفسك، انك ابي انا اكون ناجح فقط لنفسك. ممكن تبي تكون ناجح عشان تساعد اهلك، ممكن تبي تكون ناجح عشان تبني مستقبل لعيالك، ممكن تبي تكون ناجح لاي سبب إن كان. من الرسائل القويه جدا جدا اللي اظهرها الكاتب لنا في الحلقه هذه، من احلى الكلمات اللي سمعتها من الكاتب في الحلقه هذه صراحه. ردت فعل ايدك هو يقول برافو، الطريقه اللي كان يتكلم فيها مع ركون برافو برافو، يعني حلمش وطموحش ونستبذلين شيء لاجل غيرش رائع جدا ويستحق التقدير. كان جدا جدا مضحك وجميل واسلوب حلو انه يحول لحظه دراميه الى لحظه كوميديه. هذا بعد من الاشياء اللي مبدع فيها الكاتب صراحه. في اللحظه هذه ظهر اول مايتو وقال مدوريا تعال تقدم وياي. طبعا راح مدوريا معها. في اللحظه هذه ايدا مع اوراركا قاعد يتكلمون يعني شو السالفه ليش يبي يتقدمها. فقال ايدا انا سمعت من الموجودين ان اللحظه اللي كان فيها اول مايتو على حافه الموت مدوريا في زعله بانه بيلكم، وايضا لا ننسى الكلام اللي قالتها الضفدع ايتاتسكي اذا من غلطان اسمها في الباص واحنا راجعين، كانت تقول حق مدوريا قدرتك تشبه اول مايتو بشكل كبير. فاذا قاعد يفسر يقول لربما ان السبب اللي مخلي اول مايتو مهتم في مدوريا اكثر من اي احد ثاني بيتقدم معه يطلع وياك اللي يروح وياه ان القدرات متشابهه، فلربما ان اول مايتو مهتم فيه يعني مهتم في مدوريا اكثر من اي واحد ثاني. في اللحظه هذه كان طبعا الشخصيه ناسي اسمه صراحه اللي نصه ثلج ونصه نار اللي عنده القدرة انه يحول كل شيء، يجمد كل شيء ويحرق كل شيء في نفس الوقت، مجنون ذا الشخصية ناسي اسمه صراحة بس متحمس له كثير. انا قاعد يفكر يقول اول مايتو ومدوريا متشابهين اول لايك، يعني زي ما تقول الملاحظة ذي شدت اهتمامه، ليش في غموض حول الشخصية ذي؟ انا صراحة متحمس ابي اعرف وش قصته وشنو سره. 15 دقيقة بس صرخ مدوريا وهو يتكلم مع اول مايتو، قال نعم كل اللي اقدر اقاتل فيه بكامل قوتي 15 دقيقة فقط، يعني المدة انقصت اكثر واكثر، يدلك على مدى الضعف اللي قاعد يحس فيه حاليا اول مايتو. ولا وزاد على ذلك ما يقدر يحافظ على هيئته، هيئة العضلات المعضل الكاملة الا بس ساعة ونص فقط لغير في اليوم، بسبب انه تهور في القتال في اخر مرة ضد نم، يعني اظهر كثير من قوته ألمه الجرح أكثر وأكثر فزاد من سوء حالته، ولهذا السبب هو أرسل رسالة المعلمة في بداية الحلقة أنه بدأ يحس أن وقته بدأ ينقص كثير ما نقدر يستمر في القتال. فمدوريا هنا قاعد يقول أنا توي بقول أنا آسف. حركة المايت الثم يتفجر دم يضحك ودم يطلع منه ورجع لوضعه الطبيعي مش في هيئة العضلات. يقول له ما له داعي تعتذر، انت فعلا تشبهني الحركة دي، يعني طيبة التفكير اسلوب القتال الدفاع عن الخير ومهاجمة الشر فعلا متشابهين بشكل كبير مدوريا وأول مايت. المهم ان أول مايت تحول الكلام على النقاش المهم، الحين شلون تدخل انت مهرجان الرياضي ذا وانت ما تقدر تتحكم في قدرتك؟ مصيبه، يعني مع كل بوكس تروح يده، مع كل قفزه تروح رجوله، مع كل ضربه يتكسر في شيء، ما ينفع كذا، لازم تسوي كنترول على قدرتك وقوتك. هنا مدوريا تذكر قال يوم انا هجمت على نيم ما تهشمت يدي، قدرت اطلق عليه ضربه قويه جدا بس يدي ما تهشمت. أول مايت قال طيب شو اللي كان، شو اللي فرق في الهجوم ذا؟ يعني كاجم على شرير ليش ما تكسرت يدك؟ هذه أول مرة أوجه ضربتي على إنسان، كل مرة ترى كان يضرب آلي اللي في البداية، كان يرمي كورة، كان يطلق قذيفة على المبنى على فوق عشان يطير ذاك المدفع، في كل مرة استخدم فيها قدرته ما مرة وجه لكمة
على إنسان مباشرة، لأن في ذيك اللحظة كان ممكن استخدم كامل قوته إن الإنسان اللي قدامه يموت. طبعًا مدوريا ما يدري إن نم عنده قدرة امتصاص الضربات، وإنه حتى أول ما يوم رجع كل الضربات ما تضرر، يوم يهجم عليه في ذيك الضربة ما كان يدري إنه بيقدر يمتص قوته، فخاف إنه يضرب بكل قوته واللي قدامه يموت. فالجانب الطيب اللي داخله خلاه يسوي بريك، خلاه يتحكم يسوي هولد باك على قوته إنه ما يطلق كامل قوته. بعدها أول ما قال أهم كلمة في الحلقة، واللي فعلًا هي اللي كانت في الحماس. طبعًا الحلقة ككل ما كان فيها أكشن، كانت كلها بيسمونها بناء للحماس القادم في مهرجان الرياضي، هذا تحليل اللي صار وبناء للقادم. بس المهرجان نفسه راح يكون حماس. انا احب 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 الايفنتات او الاحداث اللي تكون يعني رياضيه، زي مثلا اختبار الشونين اكزام في ناروتو، زي اي ايفنت زي كذا، اختبار الصيادين في هانتر اكس هانتر اللي يكون في تحديات وفي شروط وكذا، استمتع فيها. الاحداث اللي كذا بالنسبه لي رهيبه جدا جدا جدا. العموم في اللحظه هذه اولمايتو كان يقول حق مدوريا، انا لم يبقى عندي وقت طويل اني ابقى رمز للسلام، حاليا رمز السلام ورمز قوه وهيمنه الهيروز على الفيلنز All Might. يقول أنا لم يتبقى للوقت الطويل اللي أتم كذا، وأيضا الأشرار بدأوا يدركون ذا الشيء، بدأوا يدركون أني بديت أضعف قوتي تقل شوي شيئا فشيئا بسبب الضربة اللي عنده. بس سؤال، من اللي ضربه ومن اللي يعرف وكيف يعرفون؟ هذا اللي أنا بأعرف صراحة. هنا طبعا All Might قاعد يقول حق مدوريا، أنا عطيتك قوتي لأن أبيك تكون وريثي، أبيك تكون رمز العدالة ورمز القوة ورمز الأبطال من بعدي، من بعد ما او اتوقف انا وتتروح قوتي بالكامل. هل لازل عندك العزيمه والاصرار زي اللي كلام اللي قلت لي في بدايه لقائنا؟ قال مدوريا هاي نعم نعم. وهنا وبكل حماس وبموسيقى رهيبه جدا ومؤثرات اسطوريه، اول مايت يقول حق مدوريا في حدث الرياضي القادم اللي كل الابطال، بعدين قال لا كل العالم وكل الدوله كلها يرقبونه ويترقبونه ويشاهدونه، ابيك تقول للعالم كله انا مدوريا شونين وصلت، وانا ساكون رمز العداله ورمز القوه من جديد، يعني انا بكون وريث اول مايت في القوه هذه. اخبر العالم كله، ابيك تكون مستعد، ابي ادربك، ابيك تظهر كامل قوتك، ابيك تسحقهم. انا تحمست، مع انه ما حد يبدا شيء ولا يصير قتال، بس تحمست جدا جدا للاحداث. اتوقع ان الحدث القادم راح يكون ناري ناري جدا جدا. ممكن ان كم حلقه الاولى الثانيه بتكون شوي بارده خفيف، بس من بعدها بيتفجر. على العموم اتمنى من متابعين مانجا بوكو هيرو اكاديمي لا يحرقون علينا شيء في الكومنت، بليز جايز بليز. يعني انا ان شاء الله اوعدكم بعد ما ينتهي الموسم هذا بكمل المانجا. انا قلت حق كثير اني ناوي بعد ما ينتهي الموسم هذا، لان قلت ما بتابع المانجا في موسم ثاني السنه القادمه. بعد ما تنتهي 12 حلقه دي بتابع المانجا وبنزل لكم انطباعات مانجا بوكو هيرو اكاديمي بشكل اسبوعي، بس صبروا علينا بيصير لكم مكان نتناقش فيه، حلقات ننزلها بشكل اسبوعي نتناقش فيه، نتكلم عن كل شيء جديد في بوكو هيرو اكاديمي بدون لا نحرق على الجمهور حق الانمي. لا تحرقون، صبروا شوي صبروا شوي، شوفوني انا ما احرق على الناس. كذا صار وصلنا لنهايه الطباعه على الحلقه الاولى من بوكو هيرو اكاديمي. لا تنسون الله يعطيكم العافيه الاشتراك في القناه اللي ما اشترك حتى الان، الضغط على زر الاعجاب اذا عجبك الفيديو، نشر الفيديو لاصحابك. وفي الختام نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير. We'll be right back.